كيف قصتك دايرين؟ لبس عليكم، شلا تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. صباح النور عليكم، كي صبحتوا صافا بخير؟ كلشي لاباس؟ ايوا البنات، شحال هادي غبرت عليكم هاد الايامات. اليوم قلت نشارك معكم فلوق، شحال هادي ما درت معكم شي فلوق، كندير معكم هكا في وسط الدار. اليوم دايره معكم فلوق ان شاء الله. دابا اليوم خارجه انا وراجلي، المهم رشقات لينا قلنا نخرجوا نبدلوا الجو اليوم. المهم جينا دابا فطرنا هنايا، كنفطروا هنا في واحد المول، نمشيو ندورو شويه. المهم انتم معايا، قلت لكم دابا راه مبرك نفطر دابايا. اليوم تشهي التورتيه اسبانيولا، واخا بانت ليا التورتيه عندهم ماشي هي ديك، ماشي بحال كيف ما فنا ناخذ، ولكن زوينه بعدا. المهم نضمقوا بها اليوم. يلا خليكم معايا حبيباتي. واخ انا حبيباتي دابا خرجنا من المول، عرفتو كان عامر بزاف اليوم، عامر عرفتي، راه واحد التنده ديال النايك عرفتو الصف فيها حتى الباب، وحق الله عرفتي عامر بزاف. ما عارفين دابا بلاك فريداي كيكونوا دايرين لوفيطات وداك الشيء، وصراحه الدنيا عامره بزاف. ايوا صافي هذيك محك فطرنا، درنا شويه في البوتيكات وداك الشيء، كنت بغيت نصور لكم ولكن الدنيا عامره وداك الشيء ما صورتش. صافي خديت شي لعيبات تمشي للدار ان شاء الله ونشاركهم معاكم ان شاء الله. دابا غادي نمشيو ندورو شويه ونشوفو فين دابا وقت الغدا، نمشيو نشوفو فين نتغداو داك الشيء. خليكم معايا. احنا بوقف هاد دابا جينا بركنا هنايا، عندهم هادو جينا لواحد القهوه ديال الاسبانيول، عندهم تاباس، عندهم داك الشيء ديال زعما طياب طبليوني 100% زعما. صافي وجينا ناكلو عندهم. المهم نتوما معايا حبيباتي، عرفتو عييت اليوم مع فريقك عييت. يلا حبوباتي خليكم معايا. انا حبيباتي هنا دوموندينا على هاد سلطة مورسيانا، الصراحه بنينه عندهم، وسلطة الروسا صراحه زوينين. هادو عندهم غير الطاباس وداك الشيء ماكله سبليونيه 100%. عندهم زعما داك الشيء زوين صراحه. وشي نهار نشارك معكم هاد لي سلطة دو، واعرين بزاف كيحمقوا. صافي خدينا هنا هاد المقيله هادي كلها ديالو الجامبا لخيو، هذا الجامبا بالثومه والزيت العود كيجي واعر حتى هو، ودوك الفليفلات الكامين كيجيو واعرين البنات كيحمقوا. صافي وخدينا معاهم هذا الكالامار في البلانشا بالصلصة بيردي، انا خديتو حتى هو ومعاه بطاطا هكايا زوين حتى هو كيصوبو. صراحه عندهم ماكله زوينه بزاف وخفيفه. ايوا وقلنا نبدلو الجو شويه. انا حبيباتي انا رجعت للدار دابايا، نشارك معكم اشنو خديت. المهم ونتمنى الفلوق اللي درت اليوم، هذا الفلوق اللي درت يكون خفيف على قلوبكم ويكون زوين. صراحه شحال هادي ما درت معكم شي فلوق، وكانوا عندي بزاف ديال لي فيديو ديال الصيف وهداك الشيء، كي معك كنت عيانه وداك الشيء ما مونطيتهم ما والو. الصراحه كانوا عندي بزاف ديال لي فلوغ والله الا. المهم نوريكم اشنو شريت دابايا، حنا رافينا بلي البنات ضروري نخرجوا، واخا نويو نمشيو نفطروا في المول ولا شي حاجه ولا نضربوا دويره، ضروري ما ناخذوا شي حاجه واخا ما نكونوش باغيين ناخذوا. المهم البنات خديت هاد، سمحوا لي خديت من فاكتوري واحد البوتيكا، خديت منها هاد السريولات هادو على شكل كولونات، صراحة كيجيو زوينين في البيسة وكومود بزاف مريحين بزاف. نمشيو معايا، هادو ديال ميلانو، شركة ميلانو طاليانية، صراحة كيجيو بحال هكا خارج هاد الكارو هادو. المهم هذا هو الكولور ديالو، وما هادو خديت هاد الشكل هذا اخر ديال هاد السروال هذا، حتى هو بلاستيك داكشي حتى هو في الكارو. المهم مريحين، انا كيعجبوني بحال هكذا، مريحين بزاف يتلبسوا دي ولدي ما داكشي عجبوني، تخليو رايكم.
وخديت هاد التريكو هذا من مونغو، حتى هو زويون فيه لنا هاد الصديفات هادو، حتى هو كيجي في البيسه زويون، كيجي زويون في البيسه. وخديت هاد ليكخو، هادي راه حيدت لها الكرطونه، هادي هي ليكخو اللي كندير ديما كنديرها لوجهي، صراحه واعره واعره، وكتخلي وجهي رطيب وفي واحد البري وواحد لمعان، صراحه زوينه هاد ليكخو، هادي كتعجبني انا بزاف، وبزاف ديال الناس كيستعملوها، صراحه زوينه. كنت استعملت افين، وصراحه افين بزاف ديال الناس كيستعملوها ووافقت لهم وجههم، ولكن انا بحال ما وافقتوش ليا، بحال زرقات ليا، بحال ما عرفت. المهم انا هادي وافقت لي وجهي بزاف. شي نهار ندير معكم شي فيديو على هاد ليكخو، على لي برودوي داكشي اللي كندير، ما نطولش عليكم. انا حبيباتي غادي نشارك معكم الماسك ديالي، عندي هنا زيت ديال الكوكو، وعندي بيضه غير الابيض ديالها، ونشا او المايسينا. المهم دابا مع الكوكو، الزيت ديال الكوكو ها هو جامد مع البرد، غادي نحطو، غادي نديرو في الميكرووندا، في الميكرووند شويه تيذوب، وغنكملو الماسك ديالي نتوما معايا. بعد ما ذوبتو في الميكرووند الزيت ديال الكوكو، المهم خليته شويه تدفى برد، غادي نضيف عليه ابيض ديال البيضه نتوما يا البنات، وغادي نحركهم بحال هكا، وغادي نضيف عليهم شتت ليا كاع تفهم حد، وما نضيف عليهم جوج معالق ديال المايزينا. المهم غادي ندير المعلقه الاولى ونحركها، ما يبقاوش لينا هاد الحبيبات هادو هكا، حركو مزيان صافي، ها هو دابا غادي نمشيو نديرو لوجهي. صراحة هاد الماسك زوين بزاف، كلنا عارفين المايزينا والفوائد ديالها، كتحيد البقع الداكنة، كتحيد، كتعطي واحد اللمعان للبشرة، كتساعد على اللمعان، كتولي البشرة زعما فيها واحد البريو، تعطي واحد الاشراقه، صراحه زوينه بزاف المايزينا، لا للشعر لا للوجه، كذلك ثاني تا زيت الكوكو ولا زيت لوز الهند، ها هو كنحصلوا عليه خليط كريمي، صراحه زعما ماسك زوين مفيد بزاف كما شوفوا كنحصلوا عليه. يلا معايا دابا نمشيو نديرو الوجه ديالي، الوجه ديالي ها هو البنات، دابا هي كيجي على شكل كريمي، الصراحه كيجي زوين. دابا هو بديت كنسرح فيه على الوجه ديالي، صراحه المايزينا ما عندنا مناش نخافوا منها، زعما مفيده بزاف للبشره، كذلك هذا الزيت ديال الجوز الهند او الكوكو، اصفر بيض، هذاك ابيض بيضه عفوا، حتى هما كلهم زوينين صراحه، كيخليو الوجه كيعطيو واحد اللمعان للوجه، زعما واحد الاشراقه زوينه بزاف بزاف، مفيدين بزاف للوجه صراحه، المايزينا بزاف فيها فوائد زوينه بزاف، لا للوجه لا للشعر، ومازال نعطيكم منها بزاف ديال الوصفات. هاد الماسك هذا كنخليه في الوجه ديالي 20 دقيقه، كنخليه 20 دقيقه، ومن بعد عاد باش كنغسلو، عاد باش كنزولو من الوجه ديالي. المهم ها نتوما معايا الحبيبات ديالي، هيا حبيباتي دابا راه داز 20 دقيقة، شوفوا كيفاش كيكرم، هانتومايا دابا غادي نمشي نغسلو، ونغسلو ونرجع معاكم صافي حبيباتي، يلا خليكم معايا. ها هو حبيباتي من بعد ما غسلتو، شوفوا عرفتي كيخلي البشرة رطبة وزوينة وفيها واحد اللمعان صراحة، هانتومايا حبيباتي.
صراحه زوين هذا الماسك، واعر واعر بزاف، كننصحكم تجربوه. زعما غزال والله ما غادي نتندموا عليها البنات، زعما وما فيهش بزاف، فيه هذه جوج معالق ديال زيت الكوكو و اصفر ابيض بيضة، عفوا دائما مغلطين لي ابيض بيضة، و بلاتي و سميتو و جوج معالق كبار ديال المايزينا. صافي كنت خلطتهم، عرفتو الصراحه غزالين بزاف بزاف، صراحه ماسك واعر وكيخلي واحد الرطوبه البنات في الوجه. كنقول لكم هذا سهل الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، كنحماق عليكم بزاف 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 بزاف. ما تنساوش لايك 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 لايك، وما فيها بس خليو شي كومونتير بحالكم البنات، واللي باقا ما تابوناتش معايا اللي تابونا معايا. بنتي كتقولي ديري لي العكر ديري لي العكر، واخا تنسالي ميمي. يلا حبيباتي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم وتبقاو على خير، باي باي.